إيمانك بل خيبة أملك من موقف الجامعة العربية عموما وكما تفضلت بشرحه، لكن هل برأيك يمكن أن تلجأ الجامعة العربية إلى اتخاذ هذه الخطوة، أي تحويل الملف السوري إلى التدويل إذا ما انتهت المهلة دون استجابة الحكومة السورية، أم أنها ستمنح كما عملت في مرتين أو 3 مرات سابقة، ستمنح الحكومة السورية فرصة أخرى؟ أنا أقول لك يعني بصدق البحث العلمي وبأخلاق البحث العلمي وليس بالإيديولوجيا والسياسي المراوغ، يعني بما أنك طرحت علي سؤال فلا بد أن أجيب عليه بأخلاق العالم كما يقول ماكس فيبر وليس بأخلاق السياسي المتلاعب. الجامعة العربية في يد واشنطن، والدول النافذة في الجامعة العربية تؤتمر بأوامر واشنطن. إذا أرادت واشنطن أن تدول الأزمة وتتدخل هي مباشرة فستنقل ذلك يعني في رمشة عين، تطلب من هذه الدول أن يتخلوا عن الملف للتدويل فيتخلون عن الملف عن التدويل. إذا واشنطن رغبت في أن يتواصل المسألة العربية لأن واشنطن مترددة خائفة مما يحدث في سوريا لعدة أسباب استراتيجية يمكن توضيحها سبب. سوريا بجنب الأمن البترول العربي وعندها ترسانة ضخمة من الصواريخ، سوريا بجنب أمن إسرائيل، وإسرائيل لا تريد فوضى على حدودها، لا تريد انهيار الدولة على حدودها، لأن أكبر دولة عانت منها إسرائيل هي أضعف دولة وهي لبنان، يعني لأن الدولة ضعيفة وكانت هشة، فإذا أرقت كثيرا إسرائيل، فأيضا انهيار الدولة في سوريا ربما يهدد مباشرة الأمن الإسرائيلي. فواشنطن تنظر للمنطقة، ثم واشنطن مرتبط أيضا بالاتفاقيات مع موسكو وبكين وفيتو الروسي وتدخل الروسي في المنطقة، لكن هي التي تقرر. الجامعة العربية ليست لديها السيادة، الدول العربية التي تقود الجامعة العربية تؤتمر بأوامر من واشنطن، ليست لديها السيادة. يعني إذا قطر تتحرك هنا قطر تنفذ أجندة واشنطن بشكل واضح وصريح للعالم، نقول ذلك انطلاقا من علم العلاقات الدولية، انطلاقا مما يحدث بدون يعني تلاعب، بدون تفسيرات مغايرة. لا، الدول الجامعة العربية وأغلبها وهذه الدول التي تقود الجامعة العربية لا تمتلك قرارا سياديا فيما يتعلق بالقرارات العربية، رأينا ذلك مع حرب الخليج مع صدام حسين وغزو الكويت سنة 1991، رأينا ذلك مع ليبيا وغير وغير وغير، يعني نعرف القصة ونعرف آليات العمل داخل الجامعة العربية. هذا ما سيحدث إذا دولت القضية، فلأن واشنطن تريد تدويل القضية. إذا بقيت القضية والثورة السورية حبيسة جدران الجامعة العربية فلأن واشنطن تريد ذلك. يعني بكل صدق وبكل صراحة العالم المجرد من الأهواء والمجرد يعني من الارتباطات السياسية والأيديولوجية وغيرها. نعم يا دكتور، وهذا يقودنا إلى السؤال البديهي، هل برأيك ترغب واشنطن في تدويل الموقف أم أنها تحاول الاحتواء به وتوجيهه منحى آخر حسب قراءتك الشخصية؟ هذا هو المأزق الآن بالنسبة لواشنطن. سوريا ليست ليبيا بالتأكيد، والدليل على ذلك ما يحدث الآن. لماذا؟ لأن موسكو وبكين في علاقة مباشرة مع واشنطن، ثم تجاذب بينهما. بكين بالنسبة للصين يعني أكبر دولة داينة لواشنطن وقدمت قروض لواشنطن فهي محتاجة لها ولأموالها. روسيا عندها علاقات متشابكة وثم صراعات على جدران صواريخ ومشاكل كبيرة في أوروبا الشرقية بين الحلف الأطلسي وروسيا، روسيا لا تريد أن تفقد آخر معقل لها في المنطقة، إذا واشنطن إلى حد الآن مترددة، أعتقد أنها تطبق استراتيجية يسمونها wait and see، اصبر انتظر واصبر وشاهد ماذا سيحدث ثم اتخذ قرارا في ذلك. هي الآن لا تريد تدويل الأزمة، بمعنى أنها لا تريد تدخلا مباشرا وورطة مباشرة في سوريا. لماذا أيضا؟ لأنه ثم مشروع يبدو كبير مع إيران، يبدو ثمة خطط بدأت تتسرب عسكرية خاصة من لندن والمراكز أبحاث سياسية واستراتيجية وحتى هذه التصريحات إلى آخره لضرب إيران ولقصف إيران وبخاصة لقصف مفاعلات النووية، لأن إيران اقتربت من بناء القنبلة النووية. ثم أيضا حزب الله المرتبط بإيران وبسوريا في نفس الوقت. إذا المنطقة على فوهة بركان،
واشنطن لا تريد أن تفلت المسألة، لا تريد أن تحدث مفاجأة، تريد أن يتم كل شيء بتخطيط ومخطط له. أعتقد أنها ليس في مصلحتها في الأيام القليلة القادمة أو في الأسابيع القادمة أن تتدخل وأن يتم تدويل الأزمة، فستبقى في إطار الجامعة العربية، ليس لأن الدول العربية ترغب في ذلك، وإنما لأن واشنطن تفرض ذلك وواشنطن تمتلك سياسة فعل ذلك. هذا هو المشهد ككل من الخارج قاتم ومستعد للانفجار الكبير، والانفجار الكبير لم يحدث الآن، والانفجار الكبير هو حرب شاملة في المنطقة، هو ضرب إيران، هو ربما سيتدخل حزب الله وبدأ تسخين في المنطقة، تنهار الحدود السورية الإسرائيلية إلى آخره. هذه كلها عوامل سياسية واستراتيجية واضحة للعياد. فبالتالي الآن تريد واشنطن أن تبقى سوريا في المجال الاسباس يعني فيتال، في المجال الحيوي لدى الجامعة العربية وعند الدول التي تتحكم فيها، وتقول لها يعني كملوا كذا وابقوا كذا وعقوب. يعني أنا أعتقد مسألة مضحكة أنه جامعة عربية تقوم بعقوبات اقتصادية ضد سوريا، مسألة ثورة يعني دماء تسيل ويعني حالة انتقالية كبيرة جدا. هذه العقوبات الاقتصادية إن كانت لها مفعول فيستم بعد سنوات، وهي لا تمس أصلا إلا الطبقات الشعبية الفقيرة الكادحة. ثم يعني آخر دول تمارس العقوبات الاقتصادية الدول العربية، الدول العربية دائما ضحية العقوبات الاقتصادية، اليوم أصبحت يعني ستمارس عقوبات اقتصادية على سوريا. لا، هذا غير منطقي، غير معقول بتاتا من وجهة نظر علم العلاقات الدولية. ما يحدث في المنطقة حسب رأيي هو تحت رقابة واشنطن، وهي التي تقرر لماذا يمكن للجامعة العربية أن تفعل أو لا تفعل عبر مجموعة دول تقود الآن الجامعة العربية. هكذا نفهم المشهد بكل تجرد، بكل موضوعية، بكل علمية. ونؤكد أن المنطقة هذه مقبلة ربما على انفجار كبير، على حروب كبيرة. التسخين ضد حرب في إيران موجود، لبنان أيضا سينفجر لأنه مرتبط بسوريا وبإيران. يعني نقول الله يستر العاقبة، وسنرى الأيام والأسابيع القادمة ماذا ستقدم لنا من جديد. نعم، الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للأبحاث السياسية والاجتماعية بن رشد، شكرا جزيلا على هذه القراءة العلمية المنهجية الرصينة، وكما عودتنا دائما على تقديم قراءة منهجية أكاديمية لتطورات الأوضاع وتعريف المشاهد الكريم بمنظور هذه العلاقات، تفكيك هذه العلاقات البينية بين عناصر مكونات اللعبة السياسية أو اللعبة الدبلوماسية الحادثة الآن، وتقديم قراءة رصينة ومتزنة لها. وربما يكون من أهم النقاط التي تفضل بها الدكتور رياض هو رأيه بخصوص موقف الجامعة العربية، أنها في واقع الأمر ليست هي التي تتحكم في المبادرة العربية، وإنما تخضع لإملاءات ولضغوطات غربية متعددة ومتزايدة، وهي التي ربما ستقودنا إلى المشهد التالي من النزاع الدبلوماسي والسياسي القائم بين الجامعة العربية وبين النظام السوري. أعزائي المشاهدين، ويسرني كثيرا أن ينضم إلينا الآن وربما لم ينضم إلينا بعد الدكتور صلاح، ولكن تطرق أيضا الدكتور رياض الصيداوي إلى قضية العلاقات، وأن التسخين يتم في الواقع على المستوى الأمريكي، التجهيز هو لضربة ضد إيران وليس لضربة ضد سوريا، وربما قد تكون هي سوريا في هي على الأجندة ولكنها ليست البند الأول على الأجندة المطروحة، وذلك حسب التصريحات والتصعيدات الدبلوماسية وحسب التسريبات التي تأتي من مراكز الأبحاث الاستراتيجية وخاصة من لندن، وخاصة أيضا عبر الأخبار المتناقلة التي تخرج ونطلع عليها في وسائل الإعلام. أعزائي المشاهدين، وينضم إلينا الآن الناشط السياسي السوري الأخ